بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 78 بعد 100. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد الذي لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله بيان أنه ليس كل ما أضيف إلى الله سبحانه يكون من صفاته، وأن ذلك راجع إلى السياق الذي ورد فيه فيفسر بحسبه. قد سبق في الحلقة التي قبل هذه ذكر المثال الأول لذلك، وهو الوجه في قوله تعالى: فثم وجه الله. وفي هذه الحلقة يذكر المثال الثاني، وهو لفظ الأمر، فإن الله تعالى لما أخبر بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: ألا له الخلق والأمر. استدل طوائف من السلف على أن الأمر غير مخلوق، بل هو كلامه وصفة من صفاته بهذه الآية وغيرها. صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمر حيث ورد، فيجعله صفة طرد للأدلة، ويجعل دلالته على غير الصفة نقضا لها، وليس الأمر كذلك. فبينت في بعض رسائلي أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى، فالرحمة صفة لله ويسمى ما خلق رحمة، والقدرة من صفات الله ويسمى المقدور قدرة، ويسمى تعلقها بالمقدور قدرة، والخلق من صفات الله تعالى ويسمى ما خلق خلقا، والعلم من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علما. فتارة يراد الصفة، وتارة يراد متعلقها، وتارة يراد نفس التعلق. والأمر مصدر، فالمأمور به يسمى أمرا. ومن هذا الباب سمي عيسى صلى الله عليه وسلم كلمة، لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة. وهذا هو الجواب عن سؤال الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلوق، والقرآن إذا كان كلام الله لم يكن إلا مخلوقا. قال الشيخ في الرد عليهم: فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله، وإنما سمي بذلك لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين، فخرقت فيه العادة وقيل له كن فكان. والقرآن نفس كلام الله، فمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله تعالى وصفاته، وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته، لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث ورد، حتى يكون ذلك طردا للمثبت ونقضا للنافي، بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من القرآن والدلالات. فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما مطلقا، ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه، فهو نافع في كل علم خبري وإنشائي، وفي كل استدلال أو معارضة من الكتاب والسنة، وفي سائر أدلة الخلق. فإذا كان العبد لا يمتنع أن يتقرب من ربه وأن يقرب منه ربه بأحد المعنيين المتقدمين أو بكليهما، أي قربه بذاته أو قربه الذي هو من لوازم ذاته، لم يمتنع حمل النص على ذلك إذا كان دالا عليه، فإن لم يكن دالا عليه لم يجز حمله، وإن احتمل هذا المعنى وهذا المعنى وقف. فجواز إرادة المعنى في الجملة غير كونه هو المراد بكل نص. وأما قربه اللازم من عباده بعلمه وقدرته وتدبيره، فقوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. من الناس طوائف عندهم لا يحتاج إلى تأويل، ومنهم من يحوجها إلى التأويل. ثم أقول هذه الآية لا تخلو، إما يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك. فإن أريد بها قرب الملائكة فقوله سبحانه إذا تلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيكون الله سبحانه وتعالى قد أخبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان، وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه. ودليل ذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى، ففسر ذلك بالقرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان. وبأي معنى فسر فإن علمه وقدرته عام التعلق، وكذلك نفسه سبحانه لا يختص بهذا الوقت. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ومنه قوله تعالى في أول السورة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وعلى هذا فالقرب لا مجاز فيه، وإنما الكلام في قوله تعالى ونحن أقرب، حيث عبر بها عن ملائكته ورسله، أو عبر بها عن نفسه وعن الملائكة. ولكن كل قرب بحسبه، فقرب الملائكة منه أي الإنسان تلك الساعة، وقربه تعالى منه مطلق كالوجه الثاني. إذا أريد به الله تعالى أي نحن أقرب إليه من حبل الوريد، فيرجع هذا إلى القرب الذاتي اللازم. وفيه القولان، أحدهما إثبات ذلك وهو قول طائفة من المتكلمين والصوفية، والثاني أن القرب هنا بعلمه، لأنه قد قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فذكر لفظ العلم هنا دل على القرب بالعلم. ومثل هذه الآية حديث أبي موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالآية لا تحتاج إلى تأويل القرب في حق الله تعالى إلا على هذا القول، وحينئذ فالسياق دل عليه. وما دل عليه السياق هو ظاهر الخطاب، فلا يكون من موارد النزاع. قد تقدم أن لا نذم كل ما يسمى تأويلا، وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه ومخالفة الكتاب والسنة والقول في القرآن بالرأي. وتحقيق الجواب هو أن يقال إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم، إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم ممكنا أو لا يكون. فإن كان ممكنا لم تحتج الآية إلى تأويل، وإن لم يكن ممكنا حملت الآية على ما دل عليه سياقها وهو قربه بعلمه. وعلى هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام، إذ لا تأويل حينئذ. وإن لم يكن ظاهر الخطاب فإنما حمل على ذلك، لأن الله تعالى قد بين في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق، فكان ما ذكره في كتابه في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه في هذه الآية بالعلم دليلا على أنه أراد قرب العلم، إذ مقتضى تلك الآيات ينافي ظاهر هذه الآية على هذا التقدير. والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه. ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى، ويصرف الكلام عن ظاهره إلا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإنما سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر، فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة السنة والسلف عليه، لأنه تفسير للقرآن بالقرآن ليس تفسيرا له بالرأي. والمحذور إنما هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين. وللإمام أحمد رحمه الله رسالة في هذا النوع،
وهو ذكر الآيات التي يقال بينها معارضة، وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحدى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز، وكلامه في هذا أكثر من غيره من الأئمة المشهورين، فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العلمية، وأما المسائل فإن كلام غيره أكثر ما يوجد في المسائل العملية، وأما المسائل العلمية فقليل، وكلام أحمد كثير في المسائل العلمية والعملية لقيام الدليل من القرآن والسنة على ذلك. ومن قال إن مذهبه نفي ذلك فقد افترى عليه، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.